بسم الله، زي ما بيقول في الامثال الحركه بركه. فانا هاجي هنا من هوم اقول له انا عايز انيميتور، وابدا اشوف مثلا ايه العناصر اللي انا عايز احركها، ولا يكون مثلا الروف اقول له ضيف لي مشهد، والمشهد دوت هقول له ضيف لي الحاجه اللي معمولها سيلكشن. دلوقتي انا هضيف كي فريم للشغل في المكان دوت اهو، ده الكي فريم الاولاني تمام. وبعد كده هاجي هنا انقل المؤشر دوت، ده الوقت، فممكن اقول مثلا خليها كمان 4 ثواني، واقول له هنا مثلا انقل العنصر ده لفوق واضيف كي فريم. وبعد كده ممكن انقله ارجعه تاني لمكانه واخليه هنا، او ان انا اجي هنا عند الكي فريم الاولاني واقول له كوبي، واجي هنا عند الكي فريم دوت واجي هنا اقول له بيست. طيب تعالى بقى نشوف المشهد هيبقى معمول ازاي. العنصر بيظهر ويطلع وبعد كده ينزل تاني، وتقدر تضيف له حركات كتيرة مش بس الموف، عندك الروتيت، عندك السكيل، عندك ال ان انت تقدر تتحكم في الوقت بتاعه والزمن بتاعه، درجة الشفافية بتاعته واللون بتاعه، كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها. طيب بعد ما عملت كده عايز اضيفه للجدول الزمني، ده بس مثال كده سريعا. اقول له هنا انا عايز الجدول الزمني تايم لينير، اقول له ضيف لي تاسك. طب التاسك دي عباره عن ايه؟ اقول له اتاش كرنت سيلكشن، ضيف لي الحاجه اللي انا عاملها سيلكشن، التاريخ اهوت، التاريخ اللي بعديه، التاسك تايب كونستراكت. طيب عايز اضيف بقى ان ده عايز اضيف الانيميتور، فهضيف انيميشن اهوت تمام. وهاجي هنا بقى في الانيميشن اقول له انا عايز تضيف لي الحركه ديت، وبعد كده هاجي في السيموليشن اقول له ابدا لي الحركه، فتلاقي الحركه دي ظهرت معايا اثناء الشغل. فانا ممكن اعمل حركه مثلا للعمود وهو صغير خالص، وبعد كده بيكبر ويدخل حضانه ويدخل مدرسه، او حاجه بتنقل من مكان لمكان بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي.